نبدأ جولتنا من صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت كتب اسم زوجته في جوجل فاكتشف أمرا خطيرا. دفع الفضول زوجا أستراليا للبحث عن اسم زوجته الأمريكية السابقة على محرك البحث جوجل، حيث اكتشف ما لم يكن يتوقعه، وهو أن زوجته قاتلة مهووسة. وسارع الزوج بالإبلاغ عنها لدى السلطات الأسترالية والأمريكية بسبب تزويرها لأوراقها الثبوتية. إلى صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت جوجل يحتفل بميلاد روبرت كوخ مؤسس علم الجراثيم. احتفل محرك البحث جوجل أمس الأحد بذكرى ميلاد الطبيب الألماني روبرت كوخ الرائد والمؤسس الحقيقي لعلم الجراثيم، الذي تمكن بفضل إسهاماته العلمية من الحصول على جائزة نوبل في الطب عام 1905 بعد اكتشافه البكتيريا المسببة للسل الرئوي. إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت روبوت على شكل سمكة يرصد التلوث. ابتكر باحثون في الولايات المتحدة روبوتا جديدا على شكل سمكة يمكنها السباحة في الأنهار والبحيرات لرصد معدلات المضادات الحيوية في المياه وغيرها من الملوثات. ومن المقرر تجربة النموذج الأولي من هذا الروبوت في بحيرة بالقرب من ولاية ميشيغان الأمريكية. وإلى صحيفة الوئام السعودية التي عنونت مايكروسوفت وكوالكوم تكشفان نقابة عن حواسب متحولة. كشفت شركتا مايكروسوفت وكوالكوم عن أولى موديلات الحواسيب القابلة للتحويل والمزودة بنظام مايكروسوفت 10 ومعالج الهواتف الذكية ومودم LTE مدمج، ويمكن للمستخدم استعمال الأجهزة الجديدة كجهاز لوحي أو كلابتوب.